اولا لازم نشكر سهى رضا على التقرير الرائع ده واللي نزلت جابت بيه نبض الشارع، ودعاوى المقاطعه قد تكون برضو قبل كده اتكلمنا فيها سلاح وليست السلاح الاكثر فاعليه، لان زي ما قلنا هتقطع لغايه امتى وهتقطع لحمه وتسيب فراخ، وده موضوع طال شرحه قبل كده. ولكن ليه نداء تاني انساني؟ بطاقات التموين اللي بيتم مراجعتها الايام دي بيجي لي على صفحه البرنامج شكاوى كتير جدا منها. انتوا ناويين تلغوا كوزاره التموين من ال 70 مليون مستفيد 10 20 30 مليون؟ لو سمحت يا ريت تبلغهم بخطاب شكر او تبلغهم بحيثيات القرار بالالغاء. ما بقاش انا رايح التموين كل يوم بختك يا ابو بخيت يا ترى البطاقه تشتغل ولا لا، اصل هي بايظه، اصل هنرجع للشركه. الموضوع ده عامل لخبطه، ويا ريت يعني يتقال جهه الشكوى ايه، واللي اتظلم في الغاء بطاقته يشتكي لمين ويرجع مين، محتاجه توضيح شويه. ولا ايه رايك؟